تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نكمل أخبارنا في حصاد اليوم وإلى حال الأسر الجزائرية فعشية الدخول المدرسي وقبل أسبوعين من عيد الأضحى، تجد العائلات الجزائرية نفسها مع موعد آخر من مواعيد المصاريف التي تستنزف جيوبهم. محمد رب عائلة وأب لتلميذين، واحد من بين هؤلاء. إسماعيل محبوب في هذا التقرير. بعد الدخول الاجتماعي تجد العائلات الجزائرية نفسها مع موعد آخر من مواعيد المصاريف التي تتطلبها مثل هذه المناسبات، مثل الدخول المدرسي الذي استنزف جيوب الجزائريين خاصة مع ارتفاع الأسعار. محمد أب لتلميذين في المستوى الابتدائي، رافقناه في رحلته وهو يقتني بعضا من مستلزمات الدخول المدرسي من أدوات مدرسية ومآزر ومحافظ علّه ينجح في تسديد مصاريفها كاملة. كانت قيمتي قريب 400 370، اللي هو تسمى في زوج، نقصت شوية على روحي، وطابليات كيف طابلية جات 100 وشي 150، وشوية كراطب جاو 175 الواحد، نحالي شوية تسمى راي اونتو راي في 800 900. لتتواصل رحلتنا معه في بعض من نقاط بيع أضاحي العيد الذي لم يبقى عليه الكثير، وكله أمل أن يجد أضحية تتناسب مع دخله المتواضع. ما تقدرش، مستحيل تشري كبش بربعة، لازم تخلص فوق أربعة، الكبش غالي على الشهرية تاعك. أنا نقيسو قيس ثلاثة وشي، لازم تفوت أربعة باش تشري كبش تاع أربعة، لازم لك شكارة تاع دراهم، لازم لك تخلص واحد ماكسيمو 11. الصغير لهنا يدير 37 38، الكبير يدير 62 58. هكذا كانت رحلة محمد، وهكذا ستكون رحلة الكثيرين من ذوي الدخل المحدود، رحلات تحمل معها الكثير من الأعباء على جيوبهم، تتكرر في كل موسم اجتماعي أو مناسبة دينية، ولا تصمد أمام الغلاء الفاحش للأسعار.